فايقة بكير؟ ليش أنا نمت أساساً لحتى فيه؟ لا تقولي يا شو هتحكي بنومي؟ لا بس أنا اليوم بيطلع عندي نتائج آخر 3 مواد، كتير خايفة. إيش هالحظ اللي إليك؟ نتائج 3 مواد وبيوم واحد؟ إيه والله كتير. ميدو عندي حدس إني رح أرسب. حدس؟ خلص ولو سموحة، كم مرة بدي إليك حاجة تتأثري بأفكار رانيا؟ والله مو متأسرة بس خايفة روح شوف العلامات. برأيك بلا ما روح ما؟ إيه وشو قالت لك رانيا؟ قالت لي الحقي حدسك وهو بدلك. وأنا بقول لك تركي حدسك والحقي هنادي قبل ما تروح، خليها تزتك بالجامعة طريقة. إذا نجحت إلك علي حفلة مطنطنة تحكي فيها كل الشام وكل حلب. إيه جود لك لكان، خبريني بس يطلعوا نتائجها. معقولة هي تنجح وتتركنا وتسافر على حلب؟ ذوق بهالحارة، يعني هاد لإمتى بده يضل هيك؟ لو نسمع على مرهقه. إذا رايق سكر، إذا مو رايق دموع كآبة. إيه بس الغنية حلوة. أنتي الحلوة سموحة. أنا حلوة؟ إيه. شو بكي؟ نجحت بمادة. حلو ليه عم تبكي؟ لأني رسبت بمادتين. سموحة أنا اللي قاهرني إنه المادة اللي ما درستها ولا تعبت حالي فيها رفعتها، والمادتين اللي درستهم وضلت عم اتعب عليهم طول الوقت أنا اللي رسبت فيهم. لا مو بس رسبتي فيهم وبنفس العلامة كمان. لا رانيا انت جاي توزيني ولا جاي تضايقيني؟ ما شايفتيني متضايقة حبيبتي؟ ما هيك قصدي، انا قصدي اني حفزك وذكرك واعطيك دافع. يا الله كثير محبطة ومتضايقة يا رانيا، رح اموت. طب اشربي من هيدي المي لإلك حال. مش عمالي اشرب شيء. ايشو شايفتيني عم ضايفك؟ حل مشكلتك هون بهيدي الكباية. ليش هذا مو مي؟ ايه هيدي مي بس مش حي الله مي، هي مي زرقاء. يا مي زرقاء تبع العيون؟ معقولة انت جنيتي؟ هيدي مي طبيعية بس إلها أسبوع محطوطة بهيدي الكباية الزرقاء. ايه شو بتفرق عن المي العادية؟ هيدي المي اكتسبت صفات اللون الأزرق اللي هو لون الكباية اللي رح يعطيكي راحة وهدوء ويخليكي ريلاكس كل الوقت. راني أنا ما بدي اهدى، أنا بدي رفع المادتين وانجح. خلص عندي، اعتبر المادتين صاروا بالجيبة. أول شي لازم تقوم
تكوني واثقة إني رح أقدر ساعدك. واثقة. وتاني شي والأهم إنك تنفذي كل شي بقلك عليه بدون تردد أو تذمر. بنفذ. معناها راحت عليكي يا ضنايا. طيب وين كنترول التلفزيون؟ هلا بلا مسلسلك الثقيل. أعطيني سر النجاح. راح أعطيكي سر النجاح، بس هي آخر مرة بتقول على المسلسل الثقيل. حاضر. وين كنترول التلفزيون؟ أهو قدامك على الترابيزة، مش شايفة؟ يي شايفته نانسي خانم. أنا كنت عم حاول حرد لها درجة الانتباه والتركيز يلي عندها. أوه ما كنت بعرف إنه هيك قصدك. خليني نعيد من الأول. إيه طيب ماشي. شو تغدينا امبارح؟ ملوخية. إيه ليش تركت أنا وطارق؟ ليه؟ عشان أمه دعياله. لا لأنه بيحط على شعراته جل كتير. إيه طب ليش سارة رسبت في البكالوريا؟ لأنه خطيبة تاي ما بيخليها تدرس. ومين الكسر منبه بتاع رانيا؟ أنا. شو؟ وحياة الله مو قصدي. شو مو قصدك؟ انت مو بس كسرتي المنبه تبعي، انت حطمتي لي الساعة البيولوجية كلها تبعي. رنوشة وحياة الله نزلت على السوق لحتى ادور لك على واحد ما لقيت مثله. بتعرفي انا مصدومة فيكي. قومي يا بنتي يا سميحة، قومي كده اجري وراها وصلحيها، عيب ما ينفعش. رانيا استني بس، خدي معاكي المج ده وقولي لها انه بيعمل. انا مش عارفه يا اختي هو بيعمل ايه، بس هما يعني بيقولوا انه بيعمل حاجات والله اعلم. يلا رانيا. خفي يا بت. رانيا قلبي على رانيا انفطر، وقلبي سميح عليها شكر بكر، قصدي حجر. متضايقه ما هيك؟ ايه متضايقه. ضميرك عم يأنبك صح؟ آه شو عم بيقلبني ضميري. وأكيد حاسة بعقدة الذنب. إيه مو أنا كسرت ساعة البيت بين؟ بتعرفي أنا ما فيي أشوف حدا متضايق ويكون فيي ساعده وما ساعده. إيه منيح اللي لحقتيني لأنه كنت رح أنتحر. إيه لهيك أنا قررت أكون أحسن منك وسامحك. كبيرة طول عمرك كبيرة. بس بشرط. شو هو؟ بدي إياكي تطلعي معي بمنثرة الشموع. ماني فاضجة كرمالي سموحة. طب كرمال دب الباندا. رانيا أنا متضايقة ومكتئبة وماني عارفانة كيف بدي خبر أمي إني راسبة. والله ما تدري إني راسبة هدول المادتين. لك حقيقة دب الباندا تبعك. يعني أنا حبيت ساعدك، حبيت طالع سميحة الحقيقية يلي جواتك، سميحة القوية يلي فيها تواجه كل الناس بما فيهم خالته فريدة. يعني نحن إذا رحنا رح ننقذ دب الباندا من الانقراض؟ مو بس بننقذ دب الباندا من الانقراض وبنرجع الديناصورات كمان. هاها انا ماني طالبه منك شيء، انا بس بدي شغله واحده، بس تلاقي لي حل اني اخبر امي اني رسبت بالمادتين. سموحه سموحه ليتي ساعديني الله يخليكي، بدي غنية اهديها لتيما تكون رومانس رومانس. بحبك يا حمار. هلا هيك هيك اللي بستنجد فيكي؟ ماشي يا سميحه، رنوشة انت حبابه تقبري قلبي، بدي غنيه تكون على كيف كيفك، بس مو لعمرو دياب ولا لتامر حسني لانه اغانيهم من زمان هديتو اياهم. ساره مو حاسه انه تيم عم يعديكي؟ قصدك بالاهتمامات الموسيقيه مو؟ لا بالسؤال. مدري ليش حاسستك بهاليومين صايره ثقيله. خلص روقي عم امزح معك، رح احط فطور تفطري معي. أنا فطرانة، بس إذا بدك تعملي بيض ما بوعدك إني قومه. الفطور ممنوع. أنا ما بعرف ليش أنت هيك بتحبي تحرمي حالك من متع الحياة. حبيبتي الفطور ممنوع عليك مو علي. علي؟ ليش ما؟ هيك ما تسأليني، طالما أنا المستلم الكنترول تبعك أنا يلي بتحكم بالقرارات، مفهوم؟ وشو دخل الكنترول بالأكل؟ أنت مهمتك تخليني أنجح بمواد الجامعة، مو تموتيني من الجوع. لا لانه اساس النجاح هو عادات غذائيه صحيحه. ليش انا عاداتي الغذائيه غلط؟ مو بس عاداتك الغذائيه غلط، كل تصرفاتك غلط بغلط، بدك اعاده فرمته. معناتها من اليوم بتعتبري حالك مفصوله وما بدي اياك تكوني سبب بنجاح المواد بالجامعه، وبتمرقي بتاخذي كل التعويضات اللي لك عليه هي. حبيبتي انت ما بتملكي الصلاحيه انك تفصليني، انا يلي مع الكنترول وانا يلي باخذ القرارات، عم تفهمي؟ لك خلص بقى شو صاركم بحطوا على بعضكم؟ كنترول كنترول كنترول، شو ما في زر لحتى اطفيكم وارتاح منكم بقى؟ ايه حبيبي ايه معك.